بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اليوم درس مقاييس التشتت، الدرس الخامس الفصل التاسع صفحات 158. راح نفهم اليوم ما هي أنواع مقاييس التشتت، ما هي الربعيات، الربيع الأدنى والربيع الأعلى، والمدى الربيعي، والقيم المتطرفة. طيب، مقاييس التشتت تستعمل مقاييس التشتت لوصف مدى انتشار البيانات حول القيمة المتوسطة. هذه مقاييس التشتت. طيب، مقاييس التشتت تنقسم إلى ثلاث أنواع: ربيع أدنى وربيع أعلى ومدى ربيعي. ومدى ربيعي، هذه أنواع مقاييس التشتت: 1 ربيع أدنى، 2 ربيع أعلى، و3 المدى التربيعي، أو عفوا المدى الربيعي. أولا الربيع الأدنى، وش الربيع الأدنى؟ هو وسيط النصف الأدنى من البيانات، هو وسيط النصف الأدنى من البيانات، يسمى الربيع الأدنى. الربيع الأعلى وسيط النصف الأعلى من البيانات، ورح نفهم الآن بصورة أكبر. المدى الربيعي يقع بين الربعين الأدنى والأعلى، يقع بين الربعين الأدنى والأعلى، أو المدى الربيعي هو مدى نصف البيانات التي تقع في الوسط، هو الفرق بين الربعين الأعلى والأدنى. مثلا، فعلى سبيل المثال، لما تكون عندي أعداد مثلا 1 2 3 4 5 6 7، يبغى من البيانات هذه بيانات، يبغى منها ربيع أدنى وربيع أعلى ومدى ربيعي. أولا نأخذ الوسيط، وش الوسيط للأعداد هذه؟ أخذناها فيما سبق، هذا مع هذا، عندنا هذا مع هذا، هذا مع هذا، تبقى إيش عندي؟ الوسيط، الوسيط يساوي 4. طيب الربيع الأدنى يقول لك وسيط النصف الأدنى من البيانات، وسيط النصف الأدنى من البيانات، عندي هذا، هذا النصف الأدنى وهذا النصف الأعلى، يقول لك وسيط النصف الأدنى، عندنا هذه ثلاث أعداد. طيب وش وسيط الثلاث أعداد هذه؟ الاثنين، صح ولا لا؟ إذن الربيع الأدنى وش يساوي؟ يساوي 2، هو وسيط النصف الأدنى من البيانات. طيب الربيع الأعلى هو وسيط النصف الأعلى من البيانات، عندي هذا النصف الأعلى من البيانات، طيب وش وسيطه؟ 6، إذن وسيط النصف الأعلى 6، إذن الربيع الأعلى يساوي 6. طيب الآن تبقى إيش؟ المدى الربيعي. طيب المدى الربيعي وش يساوي؟ يساوي أو هو الفرق بين الربيع الأعلى والأدنى، يعني الأعلى ناقص الأدنى، هذا يساوي الأعلى يساوي 6 ناقص 2 يساوي 4، إذن المدى الربيعي يساوي 4. هذا بكل سهولة كيف أوجد أنواع مقاييس التشتت: الربيع الأدنى، الربيع الأعلى، والمدى الربيعي. والمدى الربيعي، ولازم نفرق بين مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت. هذاكم هنا مثال من عندي، أرقام صغيرة لأنه اللي عندي يشوفها أرقام كبيرة بالكتاب، هذا أسهل للفهم. نخش الآن على أمثلة الكتاب صفحة 159. يقول لك هنا أوجد مقاييس التشتت للبيانات في الجدول المجاور. طيب لما يقول أوجد مقاييس التشتت، لازم أعرف أنا وش هي مقاييس التشتت. مقاييس التشتت يبغى الربيع الأدنى وربيع الأعلى والمدى الربيعي، والمدى الربيعي. طيب أخذنا المدى في الدرس السابق في مقاييس النزعة المركزية، في درس مقاييس النزعة المركزية والمدى، المدى هو الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة. طيب نشوف الجدول هذا، أعلى قيمة إيش ونشوف أقل قيمة، نطرحهم من بعض. أعلى قيمة 204، طيب أقل قيمة 20، إذا 204 ناقص 20 يساوي 184،
إذا المدى مدى الأعداد هذه 184، والمدى هو الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة في مجموعة من البيانات. الآن لازم أجيب الوسيط والربيع الأدنى والربيع الأعلى. طيب عشان أجيبهم لازم أرتب البيانات هذه تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر عشان أوجد الربيع الأدنى وأوجد الوسيط وأوجد الربيع الأعلى. هنا رتبهم من الأصغر إلى الأكبر 20 24 41 85 85 123 139 204. هذه الأعداد بعد ترتيبها تصاعديا. الآن من السهل إيجاد الربيع الأدنى والربيع الأعلى. نلاحظ أنه هنا عددهم أو مجموع أعدادهم زوجي، كيف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، وبالتالي الوسيط عبارة عن عددين أقسمهم على 2 لإيجاد الوسيط. قلنا إذا كان مجموعة الأعداد فردي الوسيط الرقم اللي في المنتصف، أما إذا كان زوجي يكون الوسيط عبارة عن عددين أقسمهم أجمعها مقسم على 2 لإيجاد الوسيط. هذا هو الوسيط 85. عندي هنا الوسيط 85 زائد 85 على 2 يساوي 85، أوجدت الوسيط. طيب الربيع الأدنى وهو وسيط النصف الأدنى من البيانات، وسيط النصف الأدنى من البيانات. طيب وش النصف الأدنى من البيانات؟ النصف الأدنى هذا 20 و204، هذه أقل قيمة وأعلى قيمة اللي هو المدى أشيله. عندي الربيع الأدنى أخذ القيمتين هذه أجمعهم وأقسمهم على 2 يعطين كم؟ 32.5. هذا الربيع الأدنى. الربيع الأعلى نفس الحكاية، أشيل أعلى قيمة وأخذ القيمتين اللي قبلهم أو اللي قبلها 123 و139 على 2 يعطين 131. الربيع الأعلى 130. الآن عندي الوسيط وجبت الربيع الأدنى وجبت الربيع الأعلى. اللي بقي لي إيش؟ المدى الربيعي. المدى الربيعي هو الربيع الأعلى ناقص الربيع الأدنى. إذا 131 ناقصا 32.5 يعطين 98.5. هذا بكل سهولة كيفية إيجاد مقياس التشتت والوسيط. عندكم هذا واجب تحقق من فهمك. نفس الشكل استخرج أولا المدى وبعدين أرتب الأعداد تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر، وبعدين أجيب الربيع الأدنى والوسيط الربيع الأعلى، وفي الآخر أجيب المدى الربيعي. هذا كان درس اليوم، درس جدا سهل. أترككم التطبيق على ألف صفحة 159.